شو بدك تحكي؟ أنهى اليوم طلاب الثانوية العامة بفرعها الأدبي امتحاناتهم لعام 2020 بتقديم مادة اللغة الإنجليزية. وفي جولة على مركزي الشهيد غسان عبود والشهيد عصام صافيا في منطقة العدوي بدمشق، رصدت كاميرا سانا آراء الطلاب حول مستوى الأسئلة. موضوع كتير سهل ومتوقع، الكل حكى عنه، والنصوص سهلة والقواعد سهلة، ما في شيء يعني. حلوة، أنا بطبيعة الحال بحب الإنجليزي يعني. الموضوع كان عن زيارة مكان، النص كان عن اتفاقية جنيف، يعني ما حسيت في شيء صعب، ما بعرف، اللي دارس أكيد حي. كل شيء بتعرفيه وبتكتبيه بيطلع، يعني بيطلع معك، عرفتي شلون؟ إنه لحالها الفرحة هي إنك قاعدة عم تجاوبي. أنا فرحة، أنا كتير فرحانة، الأسئلة كانت كتير سهلة وكتير يعني أسئلة منطقية ونموذجية كانت. خايفة إني ما أنجح لأنه مو كتير حليت. والله على الدارس ما بصعب علي شيء صراحة، يعني الحمد لله عرفنا نكتب وتعبنا الحمد لله ما راح على الفاضي، ومجهودنا طول السنة الحمد لله ما ضيعنا. وهي صح كانت فترة كتير يعني هيك متعبة لإلنا كتير يعني، وسهرنا كتير، بس الحمد لله إن شاء الله بنلاقي نجاح. كان في شغلات بدها تركيز، يعني انه كنا متوقعين احنا يجي مستوى الاسئله اسهل من هيك، بس طلع اصعب من السنوات السابقه. يعني اسئله كتير يعني بسيطه وسهله جدا، ما بدها يعني تفكير كتير، بتعتمد على كل شيء اخذينه ضمن المنهاج اللي مقرر في وقت كافي. بسيطه الحمد لله، جيده يعني، اسئله نموذجيه من هون، يعني ما بدها كتير تعب ولا بدها جهد، الحمد لله كلها كانت ممتازه. هلا هن كل ماده عم يكون في سؤال للمتميزين او في سؤال انه لازم يكون فيه نكشه، لازم. وفي كمان اسئله رح تكون سهله يعني هنا عم يراعوا مثل ما قالوا، بس عم يكون السؤال المتميزين صعب كثير، مشان هيك في ناس عم تنضرب بهذا السؤال، عم يحطوا عليه يعني علامات كثيره. لانه بعض الطلاب عبروا عن سعادتهم بانتهاء الامتحانات والقلق والتوتر الذي رافقهم طوال العام، وازداد خلال شهر الامتحان للحصول على العلامات الجيده. ماني عادي فرحتي لحدا ابدا، فإن شاء الله تكمل معنا. فرحانة من وشي مبين. الحمد لله. كان شعور كتير حلو إنه خلصنا بعد تعب وهيك، إنه الوزارة إنه مثل ما حكت إنه تساهلت معنا بالأسئلة وكانت مثل ما وعدتنا ووفت بوعودها. تمام الحمد لله، يعني كتير هيك مبسوطين وحاسين بسعادة إنه خلصنا، إن شاء الله هيك الله يكملها معنا ويوفقنا. هو آخر مادة وأسهل مادة، يعني أكثر مادة بحبها هي الإنجليزي، فكتير مبسوط يعني إجباري، فعلامة تامة إجباري إن شاء الله. إن شاء الله علامة تامة. الحمد لله، أكيد الواحد آخر مادة بيكون مبسوط ومرتاح الحمد لله، وبعد هجهد سنة كاملة وبعد تعب إن شاء الله نطلع نتائج، نحصل الشيء اللي زرعناه من قبل.